التلفزيون العربي. هذا الخطاب ريما أبو حمدية معنا الآن من واشنطن. ريما أتسمعين الآن بشكل جيد؟ إذن أبرز المحطات التي تطرق إليها جو بايدن في خطابه. نعم هنادي، جاء الخطاب كما جاء أو كما كان متوقعا أقل من 15 دقيقة تحدث فيها الرئيس الأمريكي، رغم أنه جمع موظفي البيت الأبيض قبل ذلك فيما بدأ وكأنه خطاب وداعي للرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، رغم أنه لم يستقل من منصبه، وإنما فقط كما جاء في المقتطفات التي خرجت حتى قبل أن يقوم بإلقاء هذا الخطاب بأنه يريد أن يمرر الشعلة إلى الجيل الجديد. في هذا الخطاب القصير والقصير جدا من البيت الأبيض تحدث الرئيس الأمريكي عن الإنجازات التي أحرزتها وحققتها إدارته على مدى السنوات الماضية من تحالف الناتو إلى محاولة الإدارة الأمريكية إنهاء الحرب في غزة إلى التحالفات التي يتحدث عنها إلى الاقتصاد الأمريكي القوي تحت إدارته، ولكن أيضا يقول إن ما هو على المحك أمريكيا الديمقراطية الأمريكية، وأنه اختار كما قال الرئيس الأمريكي أن يمرر الشعلة إلى الجيل الجديد، وأنه يختار بذلك الأمة والوحدة على أي شيء آخر. هذا الخطاب كان من المقرر أو يبرر فيها الرئيس الأمريكي سببه سبب انسحابه من السباق الرئاسي بعد أن قام بالانسحاب بشكل مفاجئ من السباق الرئاسي، بعد أن كان قد قال مرارا وتكرارا أنه سيبقى في هذا السباق رغم كل الانتقادات التي وجهت للرئيس الأمريكي. بعد قراره الانسحاب من هذا السباق كان هناك الكثير من الدعم الذي تم توجيهه للرئيس الأمريكي والإشادة بهذا القرار الذي وصفه كثيرون بأن بايدن من خلال هذا القرار يغلب مصلحة الحزب الديمقراطي، يغلب مصلحة الأمريكيين على مصلحته الشخصية بالبقاء في هذا السباق الذي كان متراجع فيه بشكل كبير مقابل الخصم الجمهوري دونالد ترامب. كما قلت الخطاب جاء مقتضبا بشكل كبير كما كان متوقعا، تحدث فيه عن أنه سيعمل خلال الأشهر المقبلة قبل انتهاء رئاسته كل ما يستطيع لخدمة الأمريكيين. خدمة الأمريكيين هي هدفه الأساسي كما قال الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب، وبدأ فيه وكأنه يودع السياسة الأمريكية بشكل كبير، وهو ما وصفه حتى قبل بدء هذا الخطاب بأنه خطاب وداعي للرئيس الأمريكي، بل إنه كان هناك تكهنات بأن ربما يقوم الرئيس الأمريكي حتى بالاستقالة من منصبه أو على الأقل بالقول بأن الكثير من الصلاحيات ستذهب إلى بعض النافذين في إدارته، ولكن يقول إنه سيواصل عمله في البيت الأبيض، سيواصل هذه الرئاسة، ولكن في ذات الوقت الحملة الانتخابية ستذهب بشكل كلي إلى الجيل الجديد. كامالا هاريس في هذا الإطار هي التي ستقود الحملة الانتخابية، هي المرشحة الرئاسية التي يدعمها الرئيس الأمريكي وحصلت على دعم عدد كبير من الديمقراطيين سواء في الكونغرس أو الديمقراطيين النافذين والمؤثرين في الحزب الديمقراطي، والرئيس الأمريكي سيدعم جهود هاريس للحصول على الرئاسة الأمريكية في الأشهر المتبقية لرئاسته. الأمريكيون بطبيعة الحال وحتى قبل أن يقوم بايدن بإلقاء هذا الخطاب شبهوه بكثير من القادة الذين رفضوا أن يغلبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلاد، وقالوا بأنه بذلك يعطي مثال للديمقراطية الأمريكية. طبعا كان هناك ضغوط، الجمهوريون يقولون أن هناك ما يمكن أو بعضهم سماه بالانقلاب على بايدن، وضغوط أدت إلى رضوخه بأن يقوم بهذه الاستقالة، ولكن الرئيس اليوم الرئيس الأمريكي من خلال هذه التصريحات يقول إنه فقط يريد أن يمرر الشعلة وأنه يغلب مصلحة الأمريكيين، الحكم هو بيد الأمريكيين وبيد الشعب الأمريكي وليس بيد أي شخص آخر، وهو فقط موجود لخدمة الأمريكيين، حاله كأي حال رئيس يجب أن يكون موجود لخدمة الأمريكيين،
والشعلة الآن تذهب إلى كاميلا هاريس، هناك الكثير من العيون عليها. هل ستستطيع بالفعل هزيمة دونالد ترامب في هذه الانتخابات؟ نعلم كما قال بايدن بأنه سيساعد كاميلا هاريس في الأشهر المتبقية على رئاسته، وسيسخر كل طاقات الحزب الديمقراطي لمساعدة هاريس في الفوز بهذه الانتخابات التي يرى الديمقراطيون الآن تماما كما يرى الجمهوريون أنها مصيرية، وأنها الفارق ما بين الديمقراطية وعكس الديمقراطية. البعض من الديمقراطيين يصف ما يقوم به من حملة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه أقرب إلى الدكتاتورية منه إلى الديمقراطية، وبالتالي يحاولون الآن ترسيخ هذا الترشيح لكاميلا هاريس في هذه الانتخابات. شكرا لك ريما أبو حمدية، مراسلة التلفزيون العربي من واشنطن. التلفزيون العربي.